السلام عليكم مشاهدي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحه لاباس. اليوم جيت نوريكم واحد الخرجه زوينه بزاف اللي نشاركها معاكم. انا اليوم خرجت شيت طريق ولاد الطيب، كيقولوا لها طريق موزار، واحد المكان زوين في طبيعه زوينه، فيه الزيتون، تيخرجوا ليه الناس كيبدلوا فيه الجو، تقدروا تجيبوا فيه وليداتكم وتخرجوهم للطبيعة شي شوية. هذه هي المناسبة وهذه هي الفرصة باش أنكم تستمتعوا بالطبيعة الخلابة وبالشميشة، وتستفدوا من أشعة الشمس. الدنيا غزالة زوينة بزاف، ها انتم شوفوا معايا الطبيعة شحال غزالة، فينا كتحمق. زعما اللي ما بغاش يستمتع ويستغل الفرصة ديال الفصل الربيع وهاد العطلة هادي، يخرج وليداتو يبدلو الجو شوية ويتفاجأو. هاد البلاصة جات فوق مرجان، كاين لي دو فاس، كاين من الجهة الأخرى، كاين جوج جهات. يمكنكم تجيبو وليداتكم ويمكنكم تجيو من الصباح تفطرو، ولي بغا يتغدا ويطلق وليداتو ياخدو راحتهم يلعبو. هاد الجهه هادي تنوريكم انا، فيها الزرع ما قاسينش فيها الناس، ولكن انا ما بغيتش نصور الجهه اللي عامره بالناس، يقدر شي واحد ما يبغيش يتصور يشوف يعني راسو في الفيديو. كنصوركم الجهه اللي خاويه، ولكن راه فصل اخر. هانتوما نوريكم الزربه، فصل اخر راه فيه الناس قاسين. هانتوما نشوفوا البقيرات اللي غزالة بزاف واعره. تقدروا تدخلوا المرجان تاخذوا داكشي اللي بغيتي واللي خصكم، وتجيبوا وليداتكم يجلسوا. اجي تقطعوا الوريضات، اجي عام الوريضات، ها هانت. دابا الطبيعة نقية وغزالة، فنة يا البنات، كتحمق كتحمق. دابا يلاه طايحة الشتا، الدنيا نقية، ربيع نقي، والصراحة في الوقت د الربيع مكاين ما حسن من الإنسان يجيب وليداتو للطبيعة يتمتعو بيها. شنو نور؟ يلا اللي عجبو الفيديو واللي بغى يعرف هاد البلاصه فين كاينه يخلي لي في لي كومونتير. ما وبصحتنا كاملين، صحه وراحه. يلا نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم، ما تنساوش تشجعوني باللايك والاشتراك في القناه باش نبقى نوليكم ان شاء الله بلايص كلهم. كل مره غنوريكم بلاص، نوريكم بلاص جديده في مدينه فاس. وبسلام عليكم.